السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. من أيام كنت عامل على موضوع النسوية، وعن موضوع إن فكر النسوية ده ما هو إلا يعتبر فكر إلحادي. طبعا ناس كتير اعترضت، وناس قالت لي انت ليه بحاطط الدكتور هيثم طلعت في الموضوع، لان احنا في ناس معترضين عليه وفي ناس بتقول احنا مؤيدين ليه. انا اخد الجزء اللي هو اللي انا عايز اوصله للناس، اللي هو الفكر ده بيدمر الدنيا، وبناء عليه احنا شفنا من ايام موضوع الصيدلي اللي زوجته واهل زوجته واصحاب زوجته قتلوه. فانا بنصح الناس عن ظهر قلب حاليا، تمام، وبكل امانه، ما تحاولش تتجوز عربي. يعني الناس هتزعل كتير مني، ما تحاولش تتجوز عربي. الموضوع بقى دلوقتي بقى لدرجه ان الست في الدول العربية أخدت موضوع النسوية ده على أنه هو موضوع تحدي، أخدت موضوع النسوية على أنه هو موضوع أنا ومن بعد الطوفان، أنا كرامتي، أنا مش عارف إيه، أنا إيه. فتسمع ناس زي ما بيقول لك الست ملهاش يعني ما مش ملزمة إن هي ترضع عيالها. أمال هترضع مين حضرتك؟ يعني عيالها دي بعد لما تخلفهم ترميهم يعني، ولا تعمل إيه فيهم، ولا تولع فيهم؟ الست مش ملزمة إن هي تنفق في البيت. ماشي حضرتك مش ملزمة ان انت تنفقي في البيت، بس لازم تمشي على الاسلوب بتاع الراجل. يعني ما يكونش هو الراجل راتبه مثلا لو نقول 1000 دولار، تقوم انت ماشي على 3000 دولار. ما ينفعش، ما ولا يجوز اساسا. ما ينفعش ان انت تقفي ضد قدام جوزك، ما ينفعش ان انت تفضلي تنحري في جوزك. ونوصل في الاخر خالص ان احنا نسمع عن ناس بتقتل، يعني ست اتفقت مع اهلها واسرتها ان هم يقتلوا جوز بنتهم وهي تقتل جوزها، وقتلت جوزها قدام ابنها، قتلت جوزها قدام ابنها. ايه الفجر اللي هم فيه ده؟ ايه قمة الفجر اللي هم فيه؟ ايه عشان نتجوز عليها؟ يعني ايه اتجوز عليها؟ هو خالف شرع من شرائع الله؟ قال لك اصل هم ما بينفقش عليها. عندك محكمة، ده انت خش على محكمة الأسرة في مصر بسم الله ما شاء الله عليك، يعني هيجيبوا لك الحق والمستحق وهيجيبوا لك الدنيا كلها. عندك برامج التوك شو اللي مبهدلانا واللي مطلعة عينينا، اللي هي كل شوية الراجل ما عليه ان هو مش عارف ايه، الراجل يعمل مش عارف اخسر ايه، الراجل يعمل كذا، ضغط على الراجل. فالراجل انا مش عارف في ايه بالظبط. انتوا عايزين تقللوا من قيمة الراجل، قولوا احنا عايزين نقلل من قيمة الراجل. يعني بالنسبة للإعلام في الدول العربية عايزين تقولوا احنا بنقلل من قيمة الراجل، قولوا احنا عايزين نقلل من قيمة الراجل. احنا عايزين الموضوع سداح مداح، احنا عايزين الست تقلع ملطه وتمشي في الشارع، احنا عايزين الست تبقى حرة لدرجة ان هي تعمل اللي هي عايزاه. ولنا امثلة كتيرة اللي موجودة من بنات العرب اللي موجودين في فرنسا وموجودين في انجلترا، لما بيجي يطلعوا يعملوا مظاهرات بتقلع ملط، بتقلع خالص، يعني ولا 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 يعني بتفكر خالص ان هي من نشأة عربية ولا من دين، حتى لو كان دين ايه بالظبط. فبتطلع وتفردة كل الدنيا خالص وتقول لك اصلا انا حرة. هم عايزين يوصلوا الستات في الدول العربية للمكانة دي، للشكل ده، للموضوع ده، ان هي ست تقلع ملط في الشارع. والمشكلة ان في بعض الاعلام بيتبع الكلام ده، وفي بعض الاعلام بيوجه الكلام ده للستات، وفي ستات بتصدق الكلام ده بتمشي وراه. فبناء عليه تلاقي الست واقفة زي الديك مع جوزها. الست تقول له انا مش ملزمة ان انا اعمل لك كوباية شاي، مش ملزمة ان انا اطبخ لك، مش ملزمة ان انا مش عارف اخسر ايه، مش ملزمة ان انا ارضع العيال. امال انا حضرتك اتجوزتك ليه؟ وبعد كده تيجي تطلبه مهور، ما شاء الله مهور فلكية. يعني في كان الاخ محمد ممدوح بيقول لك المهور وصلت ل 300 الف. ايه التهريج ده؟ العيل عشان دلوقتي الشاب عشان يطلع يروح يتجوز عايز له مليون وشويه. فين شاب هيجيب مليون وشويه عشان يجهز ويقول لك عليها كذا وعليها كذا، وموضوع قايمه بقى وفيلم هندي ايه ده؟ وبعد كده يقول لك اصل الراجل مش عارف، اصل بيقولوا كلمه ايه، ذكوريه متعفنه. ايه انتوا قولوا ايه؟ انتوا عايزين تقللوا من قيمة الراجل، قولوا عايزين تخلوا الست عريانة ملط في الشارع، قولوا
ما تفضلوش تلفوا وتدوروا، وما تخلوش البنات تتغسل. يعني البنت لما كانت اتقتلت في الشارع وكان خطيبها قتلها، طبعا الجواز مش بالعافيه، الجواز مش بالعافيه، فده قام راح قتلها، قامت الدنيا وما قعدتش، ولازم نجيب حق المش عارفه ابصر ايه، ونجيب حق ايه، والنسويه والمجتمعات النسويه، وكل واحده طلعت لها في الفيديو فضلت تتكلم وتهري ساعتين. لكن لما جه واحد زوجته رمته هي واهلها من الشباك، كله صم بكم لا يسمعون، خلاص احنا ولا نسمع حاجه. تيجي تلاقي يفضلوا ماسكين احاديث من الاحاديث النبويه، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، والام والجنه والمش عارف ايه، وتحت اقدام الامهات. طيب والاب ده ابن كلب يعني؟ الاب ده يتولع فيه بجاز؟ طب ما هو لولا الاب ده ما اختار الام دي وبقى بينفق عليها وانشا الاسره دي، وبقى يعني من مسؤوليته الاسره دي، ما كانتش كملت الاسره دي، ما كانتش الام اللي بنتكلم فيها دي، ما كانتش الام دي اساسا. يعني لو الاب ما بينفقش ما كانتش الام، لو الاب ما كانش عنده مسؤوليه ما كانتش الام استمرت. وان كانت في حالات استمرت فهي حالات نادره جدا، حالات نادره جدا 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 كمان، لان ما فيش اسره بتستمر لما يكون الراجل خارج الليله، فيش اسره بتستمر الا اذا كان ساب عياله كبار، يعني ساب العيل ابنه كبير يعتمد على نفسه، يقدر يعتمد على نفسه. في الحاله دي ممكن الام ان هي تكافح وتكمل، لكن اسره انشئت على عيل صغير، يا اما الاهل يساعدوها يا اما هتلاقيها هي راحت في اتجاه تاني. يا اما الاهل يساعدوها، يساعدوها بشغل، يساعدوها بفلوس، ناس تساعدها، لكن مش هتكمل بدون كده. فانتوا بتهمشوا الراجل لدرجه انه وصل ان احنا بنلاقي جرائم قتل، همشتوا الراجل بان احنا لقينا ان في حاجات بشعه بتحصل مع الرجاله. لما شباب هنا الاقيهم، شباب هنا في الفلبين الاقيهم بيتجوزوا لاسباب اهيف مما تتخيل، مراته رفعت عليه قضيه ان هو بيتقاضى راتب بيتعدى فوق $10,000، والراجل ما عندوش ولا حاجه من الكلام ده خالص. الراجل كان شغال في السعوديه، كان بياخد له مثلا 1000 ريال ولا 1500 ريال ولا حتى 2000 ريال، راحت كتبت في التقرير ان هو بياخد بيتقاضى 10,000 ريال 15,000 ريال. وبعدين القاضي ما بصش، تك امر حاكم على طول، والشخص ده يدفع. والمشكله ان في رجاله بتدفع، المشكله ان في رجاله بتدفع عشان هو عايز يصون بيته او عايز يصون اسرته. لكن ستات ما بتحترمش الكلام ده ولا بتقدره. اي ست لما بتيجي تخش عندي القناه هنا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، انت طب انت عملت ايه حضرتك؟ انت فكرت ان انت تنشئي ايه لاسرتك؟ تعملي ايه لاسرتك؟ انا حاجه بسيطه، انا الموضوع ده اتكلمت فيه كتير قوي، لكن اثرني ان زوجه من تعليم عالي، يعني المفروض ان كانت الناس كلها يقول لك اصل الناس الفاشله هي اللي بتكون جهله، اللي هي ما عندهاش تعليم، ما بتتعلمش، هي الناس دي البلطجيه، الناس اللي بتخش وبتقتل وبتبيع مخدرات. طب ده حضرتك تعليم عالي، هي صيدليه، هي صيدلانيه، وهو صيدلاني، هو صيدلي، يعني هو دكتور متعلم تعليم جامعي وهي متعلمه تعليم جامعي، وابوها هي دكتور، ابو الست دي دكتور، يعني راجل متعلم تعليم جامعي، واخوها واسرتها اللي في كليه تجاره واللي في كليه، واصحابها اللي في كليه كذا واللي في كليه كذا وفي كليه كذا، اتفقوا الناس المتعلمين دي، الناس اللي هي شايفه ان هم افضل من ناس كتير. طبعا الكلام ده لا يمت بالصحه باي شيء، الناس دي شايفه ان هي عقلانيه اكتر، لان هي مثقفه اكتر ومطلعه اكتر ومتعلمه اكتر، وناس بتتكلم يعني افضل مني في الانجليزي 1000 مره، يعني بيمسك كتاب يقدر يتعامل فيه ويعرف حاجات كتير احسن مني 1000 مره، ويفكر التفكير ده، ويفكر ان هو يقتل، ويفكر ان هو يرمي واحد من الشباك. ايه التفكير؟ وصلنا لحد فين؟ ادي دي بقى مراحل النسويه اللي الناس بتتكلم عليها، دي مراحل النسويه. شفتوا بقى النسويه بتوصل لحد فين؟ شفتوا ان الستات في دولنا العربيه بينخدعوا باشياء هم مش عارفين ان ده يضرهم ما يفيدهمش، مش عارفين ان ده يوديهم في داهيه ويودي اسرهم في داهيه. طيب هي دلوقتي هي واسرتها رمت الشخص ده من الشباك وراح، بعد كده مين اللي هيربي العيل بقى الصغير اللي هو شاف ابوه بيتقتل وشاف امه بتقتل ابوه؟ طبعا ده اتعقد نفسيا خلاص، ده خلاص ده كده لحد 50 70 سنه ده مش هيكلم بني ادم، وهيبقى ما بينهم بين يعني اقرب افتراض الام غدرت بالاب قدامه. لك بقى ان تتخيل ان في قصص كتيره جدا مختفيه زي كده وانيه، يعني لك ان تتخيل ان في قصص كتيره جدا جدا جدا
زي كده وانيل، اللي ممكن تغز جوزها، اللي ممكن تعمل مش عارف ايه. وما يعني ما بنكرش ان في رجاله بتعمل حاجات زي كده، بس المشكله دلوقتي بقت الموضوع احنا عايزين نهمش الراجل، نخلي الراجل ملوش اي قيمه، وعايزين نحرر الست زياده عن اللزوم. فبناء عليه تلاقي بعد كده ان في حالات طلاق كتير. ليه ست؟ انا ذكر، انا راجل، انا عماد الاسره، انا مش عارف كذا. وبعد كده لما الراجل يتجوز عليها اسمع بقى انا شكاوي، بقى انا جاي اسمع شكاوي. عشان كده انا وقفت حكايه الاستفسارات الخاصه بتاعت الحياه الزوجيه دي نهائي. انا اسمع شكاوي ان الراجل عمل فيا وما كانش بيصرف عليا وكانش مش عارف ايه وما كانش ايه، ويطلع كل الكلام ده منها هي كذب، كل الكلام ده يطلع كذب، ولا في حاجه علاقه من الصحه نهائي. واصله اتجوز، اصله كان بيحب مش عارف ابصر ايه وحاجات، ما اصله اتجوز الخدامه. طب هو اتجوز الخدامه، هو مش جايب لك الخدامه دي ليكي انت؟ لولا ما انت ما اهملت فيه ما دور على الخدامه. فيا ريت الستات، يعني انا وجهت الرساله في الاول وبقول ما تتجوزش عربيه، اتجوز فلبينيه، اتجوز من الاسيويين، لان هم بيعرفوا يقدروا الحياه الزوجيه فعلا، يعني فعلا يقدروا الحياه الزوجيه، اختلافا عن ستاتنا دلوقتي في العرب، اختلافا تماما عن ستاتنا دلوقتي في العرب. يعني اهلي امي وجدتي والناس الكبيرة اللي يتعدوا أعمارهم 50 سنة ما فيش في تفكيرهم الكلام ده خالص دلوقتي. يعني كان زمان ما كانش في تفكيرهم الكلام ده. الراجل ليه مكانته في البيت والست ليها مكانتها في البيت. الراجل عمره ما أصلا يقدر يخش ويقرب ناحية تربية أي طفل وهي اللي مسؤولة عن الطفل فيه. لكن دلوقتي بقت بزرميت وسمك لبن تمر هندي، وبقت الدنيا خلطبيطة بالصلصة، والراجل بقى بيقوم بمهمات الست والست بقت بتقوم بمهمات الراجل، وبقى موضوع النسوية والحرية والإندبندنت وومن ومش عارف إيه وحاجات مسخرة، رغم إن الحاجات دي موجودة هنا من سنين. يعني الحاجات دي موجودة هنا من سنين ومحدش بيفكر فيها نهائي، محدش عمل عليها فوكس نهائي، وموجودة من سنين. والست ممكن يعني سوري في الكلمة هنا تضرب جوزها بالجزمة وما يقدرش يقولها تلت التلاتة كام، ورغم ذلك ما بيحصلش الكلام ده نهائيا. وأتحدى أي بني آدم يقول لي بيحصل حاجة من الكلام ده أو يجيب لي فيديو بحاجة حصلت من الكلام ده، إلا نوادر جدا، ونوادر من النوادر النوادر النوادر. لكن امسك كده أي أخبار، فلانة ضربت جوزها، فلانة قتلت جوزها، فلانة سمت جوزها، فلانة عمل هو في ايه بالظبط، فلانة ولا وبعد ده اخبار الحوادث. اسمع بقى من الناس اللي موجودين، تمام، فلانة اتطلقت من جوزها بسبب مش عارف كذا، اسباب هايفة، سبب بيشخر، سبب ان هو ما قدرش يصرف عليها مثلا 3 شهور بسبب ازمة مادية عنده، اتخانق مع ابوها. دي مش انشاء اسر حضرتك، دي مش انشاء اسر. فانا على كلامي اتجوزوا اسيويات. خلاص الموضوع بقى دلوقتي بقى انت تنفد بعمرك، تنفد باجلك، تنفد بعمرك. انت لو هتتجوز دلوقتي انت عارف انت حاجه من الاثنين، يا مقتول يا متطلق. بقى اصبح دلوقتي الامر واقع في الدول العربيه، يا اما مقتول يا اما متطلق، يا اما نحسن من نفسنا يا اما هيستمر الموضوع دوت، وبعد كده مش هتبقى فيه بقى، مش هيبقى فيه نسبة زواج نهائيا في دول العرب. فعدلوا من نفسكم انتوا الاول. شكرا لكم جدا، ومش هقول لكم الدباجة لان انا خلاص يعني انا نفسيا مش حلو يعني. فشكرا لكم جدا، ويا رب تكونوا استمتعتم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.